السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بحلقة اليوم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تشوفوها أسفل الشاشة هنا. تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق، أول رقمين تشوفوها اللي فوق، وعندكم أيضا الاتصالات من خارج العراق للإخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، يقدرون يتصلون بنا على أرقام الخارج، ونفس أرقام الخارج تلقون عليها إشارة الواتساب، واللي يدق علينا على الواتساب إن شاء الله شباب الكنترول مشكورين يرجعوا له حتى يقدر يشارك ويانا بالبرنامج. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة صوتكم في هذا المساء ونتكلم ملفنا الأول. تعودنا بكل عيد على منظر الأطفال وهم يلعبون ويتحركون ويتنقلون بفرحة. الآباء عندهم عادة أنه يأخذون أولادهم أطفالهم جهالهم مثل ما احنا نقول إلى مدن الألعاب أو الملاهي بالمنطقة، هي المدن البسيطة، أو الذهاب إلى مدن الألعاب الكبرى مثل الزوراء وغيرها، لأنه هاي المدن صارت هي المتنفس الوحيد للطفل اليوم بالعراق، حيث يلجأ لهكذا مناسبات العراقيون لأقرب مدينة ألعاب على مناطق سكنهم لغرض الترفيه على أبنائهم، حتى يرفهون الولدهم الوضع المحزن اللي دي يصير بالبلد. اللي يقهر أنه هاي الألعاب أنشئت على يد تجار فاسدين متنفذين ما نحسب بيها أدنى مقومات السلامة، وعرضت حياة الأطفال للخطر مثلها مثل عبارة الموصل اللي راح ضحيتها عشرات بسبب الجشع والفساد في إدارة هاي المشاريع الترفيهية هيمنة المتنفذين عليها. اليوم عندنا فيديو يبين إصابة عدد من الأطفال بسبب سقوط إحدى الألعاب أو إحدى الأراجيح في العاصمة بغداد خلال تمتع الأطفال بعطلة العيد. خلونا نتابع. هيك مكان أو هذا المكان من المفترض أن يكون متنفس، هذا مدينة الألعاب هي من المفترض أن تكون مكان الطفل أو العائلة أو الإنسان لما يروح إلها ينفح عن نفسه، يتونس، يلعب، يسوي الشيء اللي يشيل عن كاهل الهموم. المفروض لما تنبني أي مدينة ألعاب بالعالم أكو ضوابط للسلامة، يعني لما نريد يبني مرجوحة مثل ما احنا نقول مثلا اكو شيء للسلامة العامة، سكة الموت كذلك، ألعاب أخرى كذلك، أي لعبة من ألعاب المدن الألعاب أو الملاهي اكو ضوابط للسلامة العامة يلا تنبني، لازم يراعيها صاحب ذلك المكان حتى يحافظ على حياة الناس. هواية مدن ألعاب بالعالم صارت بها حوادث، بس ماكو مدينة نطت إصابات مثل هاي المرجوحة وغيرها. العراقيين تفاعلوا حول هذا الموضوع وعلقوا على قضية سقوط إحدى الألعاب من فيسبوك، جبنا لكم بعض التعليقات. سمر جمعة تقول لا صيانة لا متابعة أو رقابة، ويزامطون بالدخولية، أرواح الناس عبالك أرقام مصفرة بنظرهم. أم محمد التميمي تقول هي هاي ألعابنا ما بيها خير، والناس مصدقة تصعد بها كل لحيم ومكسر. وريهام تقول لا إله إلا الله، العراق حتى بالألعاب ينطي ضحايا. وحيدر الإبراهيم يقول الله أكبر، حتى بالألعاب تستهينون بأرواح البشر. إذن مشاهدينا الكرام، ملفنا الأول كان عن مدينة ألعاب، من المفترض أن الناس طالعة بالعيد متونسة فرحانة رايحة لهذا المكان حتى تفرح، حتى تونس ولدها، حتى الجهال يتونسون ويلعبون، فجأة يشوفون حادثة أمامهم. أرجع وأقول هي مو أول حادثة بالعالم صايرة، لكن المكان اللي صارت بالحادثة ما بضوابط سلامة، ما بطرق صحيحة، فالإصابة راح تكون أخطر بسبب أنه اللي بنى هذا المكان ما اهتم بالناس، اللي بنى هذا المكان حتى لا يدفع فلوس زيادة
ما اهتم بالسلامة، جاب المرجوحة حطها بمكان، خلى السياج داير مدائرها بمسافة قصيرة جدا وخلاها تشتغل، المهم يستلم ويقبض من الناس ومهمة أرواح الناس. عندنا اتصال. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا كل الحكومات المتعاقبه معودتنا على البس الموت والقتل والطائفيه، ماكو فد انجاز يعني حقيقي يذكر. يعني كل هاي المدن الرعاب الموجوده في العالم وبالعراق، يعني معروف لازم يخلون شروط وضوابط للامان المواطن اللي يصعد حفاظا على ارواح الناس، لكن هم ما عندهم، ما يهمهم ارواح الناس. من المسؤول على هاي مدينه الرعاب؟ المن تابع أمانة بغداد؟ وين أمانة بغداد ودورها كرقابي؟ وينها؟ لو بس أموال هي هذني كل الساحات اللي موجودة مال الترفيهية، الزوراء وزيونة وغيرها، كلها مسؤول عليها الحجي، تلقاه تابع للحشد ومهيمن على المنطقة، وحتى الباركات والجراجات والأرصفة بغداد، كل المكانات مهيمن عليها هي، المكاتب الاقتصادية للحشد الشعبي، الميليشيات يعني. فذولي هم اللي بكيفهم، ما حد قدر يحاسبهم. وشوف هاي الجريمة أو الخطأ راح يمر، ما حد يحاسب، لا أمانة بغداد أحد يقدر يحاسبها، ولا اللي قائمين على هاي مدينة العاب أحد يقدر يحاسبهم. لأن كل الموجودين بالشارع العراقي هم يعتبرون أنفسهم دولة وعلم وقانون وسلاح عندهم، فما حد يقدر يحاسبهم، لا سلطة قضائية تقدر تحاسبهم، ولا رقابة موجودة في أمانة بغداد تقدر تحاسبهم وتقولهم أرواح الناس لعبة بديكم، هسه الطائفية والاسم عمر والاسم أبو بكر وعثمان قتلتوه بالطائفية، حاليا الميليشيات دمرت الموصل والمناطق، عادي عندكم، لكن أرواح الناس هي المناسبات والأعياد، يعني هم عندكم عادي، يعني راح تمررون هذا هاي القضية مرار الكرام ما حد يحاسب بيها. وإحنا نعرف هسه إذا تتبع على هاي الساحة مال الألعاب راح تلقاها تابعة للحجي اللي حجي هو بالحشد الشعبي ومحمي من قبل الحشد الشعبي ويدفع خوات لهم في سبيل ما حد يحاسبه. وين الدولة وإنجازاتها؟ وين الميزانيات الخرافية المفروض بيهم يبنون مدينة ألعاب عملاقة عالمية بهاي الأموال اللي تم سرقتها؟ ما سووهم، بالعكس يومية ساحة من الساحات المنتزهات يتم تجريفها وسووها مجمعات سكنية، علما ما حد يعرف من يسكنها، الفقير يسكنها ما حد يسكنها. هذا الخبر اللي موجود أسوار محيط بغداد وداخل بغداد كله تم إزالته لأن طمع وجشع على ملفات فساد، وتم جرف عدة بساتين. وشوف هسه الأتربة هي اللي سبب رئيسي قلة الخضرة والأشجار نتيجة الأشجار لحماية من التراب، ما حد يحاسبهم، شالهم كل الحدائق الترفيهية في سبيل يسيطرون وفساد وسرقة أموال العام. وها هي متهمهم أرواح الناس والنزه ومكانات أمينة، هم لهم من سيطرة أبو العمامة عليها وجماعة المجاهدين المقاولة، وما يهمهم أرواح الناس وين يروحون وين يقعدون، ما بنوا لهم مدينة ألعاب حقيقية نموذجية نفتخر بيها أبدا، كلها من أيام النظام السابق أو عمل يد هسه صناعة محلية. شكرا شكرا لك أخ صباح. محمد من أمريكا، حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. يومك سعيد عام سكر، قناه الرياضيه تفطر ان شاء الله عاليه واقبل مع الفيولا ايران. وانت بالف خير اخوي. 2003 لحد الان جاءت نوب الشعب العراقي، كفيلك الله هاي كلها سبب اهل الحمايم وابو غاز. والله العظيم من 2003 كفيلك محمد اجتمع مرات هو هذا ابو الحاره النفسيه يبقى العراق يسوي للعراق 5 ملايين، لازم يقول على العراق لا طفل خصمهم ولا شايب خصمهم. كفيلك الله هاي العصابات تابعه للمرجعيه الايرانيه الصفويه قاعده بكربلاء والنجف، يشهد عليها الله. والله العظيم دول كلهم ضد الشعب العراقي، بس الشعب العراقي مع الاسف ربعه يمشي ورا ورا المراجع حاليا الايرانيه الصفويه، ورا السيستاني هيشاق هذا الفاشل الايراني الصفوي. والله العظيم هذا السيستاني اذا الله اكبر يسوي له شنو هو؟ الله والله عندنا استقلام الشذب بامريكا اشرف من السيستاني. احيي قناه الرافدين البطله والخزي والعار في دول. شكرا شكرا لك اخ محمد. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله يا استاذي. اولا انا عندي اسئله يا استاذ، حبيت التوضيح من شخصك الكريم. هل عندك نيه ترشح البرلمان القادم انت ويا بكيان والسيد صباح؟ هل عندك نيه ترشيح البرلمان القادم يا استاذي؟ السؤال الثاني استاذي، من المسؤول
من المسؤول البرلمان والحكومة، البرلمان والحكومة، وعن الإفراج عن المغيبون. المسؤول عن شنو أخ سعد؟ المسؤول عن شنو؟ متى يتم الإفراج عن المغيبون والمعتقلين؟ نعم. من ناحية نعم. وكذلك أيضا يا أستاذي، هل صحيح سمعنا أن المقتربين سواء عراقي أو عراقية أخذوا مليارات العراق وشردوا، أخذوا مليارات العراق وشردوا؟ شون يعني؟ عراقي أو عراقية، هل هو صحيح؟ شون يعني أخذوا مليارات؟ السؤال الأخير يا أستاذي، بالنسبة هل يجوز يستخدم الشخص اسم مستعار؟ هل يجوز يستخدم اسم مستعار يا أستاذي؟ وتحياتي لك للبرنامج وللقناة وشكرا لك. أخ سعد قبل ما تروح، السؤال الأخير شنو كان؟ السؤال الأخير يا أستاذي، بالنسبة يعني هل يجوز لأي شخص في البرنامج يستخدم اسم مستعار، اسم يعني مزور مستعار، هل يجوز؟ نعم يعني نعم. وتحياتي لك أستاذ. شكرا شكرا لك. بالنسبة للبرلمان هاي من سابع المستحيلات انه انت تلقاني وياهم، هاي خليها ببالك. شغلة ثانية، قضية المغيبين بالتأكيد أخ سعد المسؤول عن القضية هي البرلمان والحكومة والقضاء والشرطة والداخلية والأحزاب والميليشيات، كل هذول مسؤولين عن هذا الملف، لأنه ماكو ميليشيا صارت بالعراق إلا ما عدا حزب، وماكو حزب صار بالعراق إلا ما كان وداخل بالبرلمان والحكومة. فإذا تريد تفكر بيها فهي مركبة. شغلة اللخ يعني أنت تقول يصني استخدم اسم مستعار، أخي العزيز هذا شيء راجع لك. هل من يعني احنا نعرف من هو الاستاذ سعد؟ هو صديق البرنامج على عيني وراسي، لكن هذا الشيء راجع لك اخوي العزيز. رعد من الناصريه حياك الله. انا من محافظ رعد. رعد من واسط، اعتذر منك رعودي. تفضل اخ رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اعتذر منك، غلطت بالمحافظه، الخطا مني. نعم. اي والله حاب اشارك بالبرنامج. انت على الهواء اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام اغاتي. انا حبي عمي وحاط واصل. ليش؟ انا دايخ تدري بيه مين؟ شلون؟ اي دايخ انا بالسيد هذا العامري والسيد المالكي. ايه. اي والله انت لحد الان ايران هي مشكلتنا، احنا مشكلتنا وين ايران؟ هسه هذا العامري. نعم. صوتك اختفى رعودي. هذا العامري. بدون ما نتجاوز على احد اخي العزيز. ايه تفضل. لا اخوي هذا يا احنا شو يا نجس، احنا وياك علي وياك علي، والمحصله من يوم شنو؟ لحد الان احنا لا بطاقه يومنيه، لا صحه. تواصل هنا الرحله الوحده تدري بالمدرسه الله شاد عليها أربعة. نعم. ومكيفين بهذا العامل علي وياك المجاهد، شنو المجاهد؟ علي من المجاهد؟ شنو بي من؟ نعم. الطحين نشتري ايش رايك؟ الدهن نشتري. أخ رعد مو هم يعتبروا مجاهد لأنه حارب ويا الجيش الإيراني ضد العراق بالثمانينيات، فهذا الجهاد مالته. عراقي ويدوس على راسه يقول له هذا جند العراق هذا. وهسه مصفقين لهذا العامري السيد هذا العامري. نعم. اي والله العظيم يا اخوي شو تسوي، احنا مشتر في لو ايران لو ماكو. نعم. نتمنى يوم من الايام يعود النظام السابق، اتمنى بحياتي. نعم. شكرا شكرا لك اخ رعد. ننتقل الى الملف الثاني بالحلقه، هو ملف حكينا عليه هوايه واليوم ويانا، هو الصحه بشكل عام والواقع الصحي بالعراق. اللي دا يصير اليوم بملف الصحة أنه وراء عام 2003 هذا الواقع أو هذا الملف أو هذا القطاع وضعه زفت تعبان ما بيحظ، شو تبدون تسموه أو توصفوه أوصفوه، لا أكو قوانين، ماكو ضوابط، ماكو اللي يحمي الطبيب ولا المراجع، فوضى بفوضى، قانون غايب، قضاء منتهي، شرطة مسيسة، أحزاب هي اللي دا تتحكم، من جهة تتعرض كوادر طبية للاعتداء بدون رقابة ولا محاسبة ولا من يدافع عنهم، لأنه من اعتدى عليهم تابع الجهة أو حزب أو ميليشيا أو عشيرة إلى آخره.
فيديو مسرب لكاميرات المراقبة الخاصة بمستشفى بغداد التعليم يوضح اعتداء مجموعة من المواطنين على الكوادر الطبية دون أي دور يذكر للقوات المسؤولة عن حماية هاي الكوادر. خلونا نتابع. مثل ما تلاحظون هذا مراجع، أحد المراجعين ضرب الممرضة، رجع ضرب الطبيب، أمه أو أخته أو كأن من يكون تدخل ضربه الطبيب مرة ثانية، شال لهم كرسي ضرب. يعني الحالة هاي دا تشوفوها واقعية لو صحيحة. خلونا نحكي الواقع، هاي الحالة دا يتعرضون لها الكوادر الطبية بالعراق. هاي الحالة ما نقدر نقول الحكومة هي السبب، بس هاي الواقع دا تشوفوا أمامكم. هذا المواطن هنا أول اللي دا يجني على الطبيب، الطبيب هنا شغله إجا مريض. احنا كنا نعرف مثلا، فلنفرض مريض دخل إلى أحد المستشفيات وانتقل إلى رحمة الله، توفي أجله، بس احنا نعرف أن الأعمار بيد الله، الطبيب ما له علاقة، الطبيب وسيط، لكن العمر بيد رب العالمين. الطبيب نجح في شفائه، فشل في شفائه، بيد رب العالمين. المريض توفي أو ما توفي بيد رب العالمين. فلما نيجي ذوي المراجع ويضرب الممرض ويضرب الطبيب، الطبيب ما له علاقة. بس المشكلة اليوم هاي لأنه تكررت أكثر من مرة. هاي الحالة مو أول مرة تصير بالعراق، فصارت موديل، صارت عادة. المريض اللي طب وماكو علاج مثلا لأنه الوزارة ما جايبة دواء، أو ماكو أكسجين لأن الوزارة ما مستوردة أكسجين، أو ماكو جهاز للفحص لأنه الوزارة ما عندها أجهزة لأنه ما مشتري هاي الأجهزة فرضا، أو توفى المريض لسبب ما، الدكتور هو اللي يتحاسب من ذوي المراجع. من جهة ثانية مواطن بسيط يراجع مستشفى حكومي يقابل بتعامل سيء من قبل الإدارة، فلا قانون ينصف البعض من المواطنين ولا يدافع على الكوادر الطبية بهذا الفيديو، حتى تبقى المؤسسة الطبية بالعراق بوسط فوضى عارمة. يعني فيديو ثاني عندنا مواطن من البصرة يطلع ويقول إنه المستشفى تعاملنا مثل ما تعامل الحيوانات. تخيلوا وخلوا العراق يوصل إلى هذا الحال. هذا هو الوصف اللي وصف به تعامل إدارة مستشفى بن غزوان بالبصرة. تابعوا. قاعد الانتظار قاعدين بالشمس مثل الكلاب. شوفوني قاعدين شلون يحترمون البشر. مستشفى التعليمي بن غزوان مال أطفال. قاعدين بالشمس. شوف بالحديقة شامرين. حتى الحيوان الناس تحترمه، واحنا بالبصرة أم الخير أم النفط، البشر قاعد بالشارع. مستشفى بن غزوان للأطفال للولادة. شوف من هذا ينتظر قاعدة انتظار يوم 8/7/2022 قاعدين بالشمس بالخيسة شامرين العالم، ممنوع واحد يقعد جوا. صار لك كم يوم انتقال من الزبير؟ يوم ثالث. حالي حالة تشيلي يوم ثالث تشيلي اللي يبد حذر اللي فيه وانا اللي يبد حذر اللي فيه. والله بالشوارع بالشوارع حاسب على شوي طلعت من الزبير قطيع قاعد ينتظر عائلته. صار له 3 أيام من العمارة ومن الناصرية. رادهة الانتظار أو الاستقبال بالمستشفى، الحديقة مع المستشفى، يقول له 3 أيام صار لي قاعد بالحديقة. وصف نفسه بوصف ما أرد أكرره، بس ما أدري ليش تخيلت المنظر هيك. واحد من أهالي البصرة يريد يروح المستشفى من غزوان يحكي ويا المرأة، بالله حضري جدري الدولمة اللي راح أروح نقعد بالحديقة، وجيبي الحصيرة وياش لا تنسي، ولد غراضكم جيبوها والحصيرة والمخدات وما أعرف شنو، وجيبوا لكم رقية حتى نبرده، طالع سفرة مو هو دا يقعد بالحديقة، مو رايح المستشفى حتى يدور علاج. تخيلت هيك. الناس علقت على هذا الموضوع وأخذنا تعليقات من منصة فيسبوك. أول تعليق يوسف الهاشمي يقول لي بس المستشفى كل الدوائر ما يعرفون يخلون قاعات للمراجعين، يرتاحون من يشوفون البشر يلوذ بالمصاعب والتعب. علي فرحان يقول نعم والله تعامل كلش مو خوش تعامل، وبالخصوص رجال الأمن اللي أدى عرف يطب حتى صالة العمليات، واللي ما عنده عرف يظل بالحديقة. ومسلم الأذان يقول والله كلامك صحيح، أفشل مستشفى بالبصرة، المعاملة صفر، أصلا ما عندهم أخلاق كلش. وباسم الفياض يقول أفشل دوائر الدولة في البصرة، دائرة صحة البصرة لا إنسانية ولا تعامل محترم ولا إحساس بالمسؤولية تجاه البشر. إذا مشاهدينا الكرام أخذنا ملفين، ملف
سقوط أرجوحها في إحدى مدن الألعاب بالعاصمة بغداد وإصابة بعض الأطفال. الملف الثاني يحتمل جانبين، جانب اعتداء الناس على الكوادر الطبية لأي سبب كان وهذا خطأ، جانب الثاني معاملة إدارة المستشفيات مثل ما شفنا مستشفى بن غزوان ردهة الانتظار هي الحديقة. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أيام السعيدة أستاذ أسر وأنت والعاملين قناة الراكبين، أسأل الله أن يعيد عليكم بالستر والعافية إن شاء الله. ويسعد أيامك يا ربي وأيام كل أهالي بابل. الله يبارك فيك، الله يحفظك سعدك. سلمك. أستاذ أسر، خلنا نمر على المقطع الأول اللي هو مال أرجوحة. إيه. الأرجوحة أتذكر إحنا كنا صغار. إيه. نطلع هاي المراجيح. إيه. المسؤول عن المرجوحة. من يريد ينزلنا قبل لا ينزلنا يقول هاي بغادر عبد السادة طلق مرته وعاف أولاده. نعم. إحنا ما نشوف يعني عرفيت عبد السادة طلق مرته وليش عاف أولاده، ما نعرف هذه. فالظاهر عبد السادة إجا رجع حتى وأخذ سارة من عندنا لأنه كان ابن مرجوحة يطينا زواجه سببه. فاليوم نعم. عبد السادة هو اللي جاي يحكمنا وشوفنا نجوم الظهر. نعم. هذه مال مرجوحة. بالنسبة للمستشفيات يا أستاذ أفهم، المستشفيات أو الصحة بصورة عامة هي حال قطاعات المدمرة بالعراق. صحيح. يعني شنو المنجز أو العمل بالوزارات والمؤسسات الدولة هو زين حتى نقول إحنا وزارة الصحة يعني نعيشها. كل المؤسسات وكل القطاعات بالدولة هي مدمرة. يعني الإنسان العراقي اليوم ينعد من كل القطاعات، كلها مشاكل، كلها مآسي. فما في أي منجز لهذه الحكومة وهاي الميليشيات اللي بس تحكم البلد وتدمر الإنسان العراقي. أخ عبد الرزاق، المشكلة اللي تصير اليوم، يعني اليوم احنا بقطاع الصحة أخذنا جانبين، جانب الإنسان اللي الكادر الطبي اللي دا يعتدى عليه، الكادر الطبي همينه ما له علاقة، خلينا نكون واقعين. يعني الكادر الطبي أكو بعض الأطباء اللي صعدوا بالواسطة، خلينا همينا نكون واقعين أكثر، لكن أغلب الكادر الطبي هو دا يؤدي اللي دا يقدر له. فإذا راح من جوا إيده مريض هو ما له سبب حتى يضربوه مثلا. الصورة إذا بينت يمك ممرضة تفوت وضربها الواحد من الشباب بالمستشفى، زين ليش؟ أتذكر ولو صار ما فهمت بين الصوت ما تكي يقطع، بس القصد الكوادر الطبية دا يعتدون عليها ليش؟ أستاذ أفهم هذه مقصودة، يعني لأنه كل دائرة لها حماية. أي. فوين شاف هاي الحماية عن اللي ضرب الدكتور أو ضرب المضمّد أو ضرب الممرضة؟ يا أخي هذه مقصودة حتى يشجعون الأطباء على الهجرة، حتى يعني تنتشر المستشفيات الأهلية للأحزاب، وهذا الغرض. يعني صدقني هذه مقصودة، هذه مو هيك يعني عبث وغبي، لا مقصودة كل لتدمير مؤسسات الدولة. حتى يعني المؤسسات مالتهم الأهلية هي اللي يستفادون من عدها ويبقى المواطن الفقير ما إلى غير رب العالمين. تحياتي لك. شكرا لك أخ عبد الرزاق. الأستاذ عبد الرزاق قاعد يحكي ويانا وما أدري إيش تخيلت مستشفى بن غزوان راح يجي متعهد ويأخذ الحديقة العامة مالتها حتى يفرش حصران ومخدات وشاي وقهوة ما أعرف شنو، ويأخذها إيجار لأنه اللي يجي ينتظر 3 أيام يحتاج ليأكل ويشرب. ننتقل إلى ملفنا الثاني. لقطات مصورة أظهرت جفاف نهر الوند بمحافظة ديالى بشكل كامل بحيث ما تبقى من عنده أي شيء يجري. وذكر ناشطون إنه الجفاف لعدة أسباب، منها قطع إيران مياه النهر باعتبار أنه بلد المنبع لنهر الوند. مواطن يوثق الجفاف التام لنهر الوند ويتمشى بنص النهر اللي كان فترة من الفترات الناس تعتمد على المي مالته بحياتهم بشكل عام. خلونا نتابع. ليش عامل مي معدن؟ مي معدن يا سلام. مي اليوم العرق اللي حيموت ما شر، احنا اللي حنموت اليوم، العرق ده حيموت عشان تذوق جزء، احنا نموت ما عندنا مي نشرب منين نجي. يعني انت صدق لو تريدون تقطعون العلاقات مع ايران نعطوكم مي؟ شوفوها ليش عامل مي معدن؟
مي ما عندنا يا اسلام مي. اليوم العرق اللي حيموت ما تدري احنا اللي حنموت. اليوم العرق اللي حيموت كانت اللخدوز احنا نموت ما عدنا ما يشرب من انجي. يعني تصدق لو تريدون تقطعون العلاقات مع ايران نعطوكم مي. هاي الصورة اللي شفتوها هاي المسافة ترى هاي كان نهر وهاي الاقواس كان المي يفوت جوا وهذا جسر بالمحافظة. هذا نهر مع المي كان. هدوا للجسر وخلوا عالم تستفاد. ليش بانين جسر اصلا؟ فعل رواد المواقع التواصل الاجتماعي على الموضوع وراح نقرا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك. نزار العزاوي يقول ايران سوت سد على اعالي النهر وحجزت المياه وباشرة بزراعة النخيل ضمن المنطقة المحيطة. حسين العراقي يقول هاي ثمرة الاحزاب والحكومات الفاسدة. ابو علاوي يقول يتعاركون على الكراسي والخمط والنهب بحالك بحال الشعب والبلد خليهم. ومروان البياتي يقول بلد وحكومة ضعيفة وفاشلة والدول راح تنهي هالبلد حسبي الله ونعم الوكيل. والرؤساء والحكام والحرامية كلهم عندهم أملاك بالخارج ومجنسين يجي ينهب ويروح وطز بالفقراء توقع بيها. كانت هاي التعليقات حول المواضيع الموضوع جفاف نهر الوند. والمواضيع الثلاثة راح أرجع أذكر بها: سقوط أرجوحة في إحدى مدن ألعاب بغداد، قضية الواقع الصحي أخذنا الاعتداء على الكوادر الطبية في إحدى مستشفيات بغداد، وكيفية تعامل إدارة مستشفى بن غزوان بالبصرة ويا المراجعين واللي مسوين الحديقة اللي بالشارع بالحر بحر صيف البصرة اللي تعتبر واحدة من المناطق اللي أعلى درجة حرارة بالعراق بالشارع ينتظرون أو بالحديقة ينتظرون. هي هاي صالة ردهة الانتظار. وجفاف نهر الوند بالكامل بحيث أنه قاعد يتمشى ابقاع النهر والجسر جاف وماكو اي شيء يبين انه اكو مي كان هنا او حياه نهريه موجوده هنا. أنا ابو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ فهد وحيا الله قناه الرافدين ومشاهديها. حياك الله يا اخوي. استاذ فهد احنا بنشوف الانهار اللي بتجي من ايران تقريبا يعني لحد الان بنسمع عنها وبنشوفها محافظاتنا بدياله، يعني اكثر من 10 انهار اللي جاي من ايران وقطعوها عنا يعني تماما جفر الانهار انه المواطنين اللي يعيشون في هذه القرى كانوا انه يعني محتاجين عليه بشكل الماشيه اجلكم الله او الزراعه. فللأسف المواطن يعني كلهم قاموا يطلعون من هاي المناطق بسبب كثرة المياه، والحكومة العراقية اللي قاعد بتشوف هاي أبنائها ومحافظاتها كل قاعد يصير خرابة. لو كانت الحكومة تدعم الزراعة وتدعم الصناعة لما وصلت هذه الأنهار والأرقام. لو كان عندهم ولاء الوطن مستاد أفل اللي قاعد بنشوفه من قبل هاي الحكومات اللي حكمة صارنا 20 سنة اللي مي اللي نقدر نقول هو أساس الحياة وأساس يعني المعيشة بالمواطن الماء والكهرباء. كل هاي فقد الشعب العراقي من أشياء من أشياء ولحد الآن الحكومات المتحدة يعني أبو عمر. بس أكو شغلة أنا ما دا أفتهمها. دول السياسيين اللي جوا حكموا العراق من 2003 هم عباد للمال بشكل عام، لأنه الفساد اللي صاير بالعراق وكميات الأموال اللي انسرقت أثبتت هذا الشيء. لكن أكو اتفاقيات دولية ومن ضمن هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات الدول المتشاطئة اللي هي تقسم الحصص المائية بين أي دولتين متجاورة بها منبع ومصب هي أو بها أنهر مشتركة. فإذا أكو هواية أنهر ما بين العراق وإيران، هاي الاتفاقية الدولية هي اللي تنص عليها. خرق هاي الاتفاقية هو خرق إلى قوانين دولية. إذن العراق من حقه يشتكي ومن حقه تعويض ومن حقه فلوس. إذا هم كانوا يعبدون المال شو ما يفكرون بيها، شنو السبب برأيك؟ أستاذي لأنه نعرف هاي القيادات والزعماء الميليشيات اللي موجودة اللي جاي تحكم إيران واللي حكموا العراقيين وأبوا العراقيين نقدر نشوفهم صورة عامة. يعني الجانب الإيراني نعرف بالمناسبات الدينية من نشوف الزوار الإيرانيين اللي جاي يدخلون العراق وجاي يطبون يعني بدون لا تأشيرة ولا حساب ولا تفتيش ولا أي شيء، يعني مطيهم نقدر نقول بصورة عامة فاسدين الحبل لهم. ما يتحاسبون وما يعني اي امور انه يتلوع عليهم اجراءات قانونيه لانه ناس يعدوهم وناس يدنون لهم وتبعهم.
يعني ممكن هم يخلوا قوانين ما يدخلون هاي الجائر يدخل محافظاتنا اذا بالنجف او الاماكن يعني المقدسه اللي هم قاعد يدخلون، ممكن ما يدخلوهم اذا ما ياخذون عليهم فيزا او يطلبون عليهم مبالغ. فهاي الحكومه يعني من حقها بانه ايران هي قاطعه الماي علينا وقطعه الانهار بسبب الجفاف اللي قاعد يصعدنا. فسبب الحكومات والزعماء الميليشيات هم يعني قابلين على هاي الحاله وقابلين على اذيه الشعب العراقي من قبل تعاون الحكومات الايرانيه. وش يعني اللي قاعد يشوفه الشعب العراقي هذا المزاد، لو كان عندنا هاي الحكومه ولاها الوطنها ولاها شعبها لكانت حاسبه الايران وما خلت اي ايراني يدخل للعراق وما يشوف اي ائمه يدخلون إلها لأنه عندهم حساب عندنا عسل. فللأسف هاي الحكومة يعني متعاونة على أذية الشعب العراقي كبيرة وقاعد بنشوف تسع أنهر يعني لا نهر ولا نهرين، هاي كلها أعمال متقصدة تدمير الشعب تدمير الزراعة تدمير المواطن. فما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كل اللي بنحوه عادي العراق شعب العراق، بس مهما يكون استاذ افعال ان شاء الله بحول الله تعالى انه هاي الحكومه ما راح تبقى، كل ما صارت الاذيه على شعبها وعلى ابنائها الشعب العراقي يدخل ثوره عليهم ان شاء الله ويتالم للشوارع. والتحيات الى شكرا شكرا لك ابو عمر. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله يا ابو عبد الله. كل عام حياك الله. عيدك مبارك استاذ افعال. يبارك بعمرك ويعيد عليك يا ربي باليمن والبركه ويخلي لك الاهل والاولاد. تفضل ابو عبد الله. يسلمك استاذ العزيز. هذن اللقطات اللي طلعها انت بالتلفزيون، نهر الوند قبل العيد مو كثير راح الكاظم الايران انطوا تعليمات. اما انت تقول السياسيين، احنا من نقول سياسيين عن الله انفسنا. اي هذول صوتك يقطع ابو عبد الله. اي صوتك ده يقطع. انقطع الاتصال يا ابو عبد الله. رجع لنا مره ثانيه، اتمنى على مود نفهم رايك بالموضوع. ننتقل الى محافظه صلاح الدين. العراق يعاني من الفساد بكل شيء. العراق شفنا به بلاوي، فساد السياسيين والأحزاب والدوائر الرسمية، فساد بالسلاح، فساد بكل مكان يدخل به العراقي. أي دائرة يدخلها العراقي يلاقي الفساد يتمشى وياه. بس ما الفساد يصير يهدد حياة الناس، هاي مصيبة. ما الفساد يوصل للمشاريع الخدمية، هاي كارثة. مشروع ينبني ويوقع المشروع وراها ويأذي الناس والحكومة ولا على بالها ولا مهتمة ولا شيء، هاي مصيبة. الفيديو اللي موجود ويانا هسه، هذا اللي تشوفوه امامكم، هذا مجسر في محافظه صلاح الدين جنوب بناحيه المعتصم جنوب سامراء. ورا اسبوعين من انجازه كشف هذا المجسر حجم الفساد الحكومي في تنفيذ المشاريع لانه وقع. خلونا نتابع. أدري اللي بنى المشروع ما شافه، ما فحصه. بس سؤال يعني، هذا إذا صعد على البشر وسيارات جواهم ووقع بيهم وبعدين البشر وين تروح؟ الناس همين علقت على هذا الموضوع، وكان التعليق الأول ويانا من منصة فيسبوك من هديل أسعي تقول هذا يمثل أعمال الدولة العراقية. فوزي الساعد يقول مشاريع محافظة صلاح الدين بها هواية فساد مالي، ماكو واحد يتابع سير العمل. علي الحسناوي يقول هذا بسبب الغش بالمواد، بالكشف شكل والواقع شكل. ومهيب عدنان تركي يقول أنا بنظري هاي جناية على المنفذ ولازم يحاكم حسب قانون العقوبات 406، لأن لو وقع على أحد أو وقع على أحد المواطنين أو سيارة لمات من بيها بسبب رداءة البناء والتعمد في بناء بمواصفات رديئة. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي الملفات الأربعة، آخرها سقوط مجسر بمحافظة صلاح الدين بناحية المعتصم بسامرة ورا أسبوعين بس، 14 يوم مو أكثر.
سلموا المشروع وقع. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. حياك الله أخوي العزيز. أستاذ العزيز هذا كله سوء الإدارة، سوء الإدارة، سوء الإدارة. عندك مهندسين، مهندسين يجون بالفلوس، يصير مهندس بالفلوس، دكتور يصير بالفلوس. وإحنا نقول سياسيين، ماكو سياسيين، سيئين. يعني نظلم أنفسنا ونظلم الشعب العراقي، نظلمه من نقول سياسيين. ماكو سياسي. يجي ناس البوق لأنها بلسلت. يعني هسه هذا والله المحافظ يريد يحاسب عليه، المن تحاسب؟ المن تحاسب؟ القاضي أخذ المالات ومشى. من تطلع والله المحكمة الاتحادية والله تصادر أموال المنقولة وغير المنقولة. يعني هو منو منو يسجل باسمه؟ عمي قام يسجل باسمه، يسجل باسم ابنه باسم أقربائه، ما يخليش باسمه. يعني من يطلع المحافظ يطلع ما في كل شيء عليه. صورة يلا ماكو من يطلع صورة يلا شفافة الحين. هاي ناس حرامية يا عمي. أنت إحنا ليش نقول 2000 قبل 2003 قبل 2003؟ لأن قبل 2003 كان يحكم واحد اللي هو أبو عداي. أبو عداي أكو جسر، أكو جسر بالثوانينا فاد يصير، وأكو مديا وزير مدى شباق من عنده وقلل من الكمية ما الجسر إذا شواله شاله كله مالته قال له كله 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 الثانية. هذا الحساب يقدرون هسه يحاسبون هيك. أتحدى يقدر يخلي مسؤول بباب السجن، أتحدى الكاظم وغير الكاظم. ويجينا هذا العامري يقول لك أنا مجاهد ولا أخاني مجاهد، وكل شد بشد كلها يدفعها الثمن، يدفع الثمن الشعب العراقي المواطن البسيط يدفعها. والكوادر الطبية صحيح أكو تجاوز عليهم، بس بنفس الوقت نفس الوقت الكوادر الطبية هم تتجاوز على المواطن، ومن يجيها المواطن ما تحسبه بشر. يعني ويا دكتور أنت، أنت أنت مقبل أكثر رحمة، صارت ملاكة النقل أنت ملاكة رحمة. لأن أنا من راجع في المستشفى أنت ما تحكي وياي ولا تطلع علي. نعم. ولا تطلع علي. ومن يجيك بالعيادة أصير ما أقنع منك، أصير حرير. بالعيادة لأن بفلوس يعني جيتك. والمستشفى تعاملني كأنه مو بشر. نعم. هاي الموجودة بعدنا بالعراق. وخلي حاسب، خلي حاسب نفس الدكتور، خلي حاسب نفس الدكتور. لأن أكو ناس بسيطة ما عندها، ما عندها مال، مال الخبز ما عندها. نعم. يعني ممنون منك. شكرا أشكر. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. كريم من كربلاء حياك الله. زراعه الرافدين حياك الله اخوي الحبيب، تنقل معاناه الشعب واجبنا. بس نصي نصي للتلفزيون اسمعني من تليفونه غاتي انت. انا صحيح. ايه ايه تفضل اخوي. كان تعنى على الساعة على الجسير على هاي هم يا بابا هم هم الدولة هدموها. هذول أصلا نسمع خلنا أقول لك من كبيرهم إلى صغيرهم دول ما جايين يصلحون بلد. أنا جاي أقول لك دول جاي هدمون بلد، يهدمون بلد. واللي هو الصوت مو صوت بيهم، الصوت بالشعب، الصوت بالشعب. الشعب لو ينتبهوا وياخذ مجراه وياخذ كلمة الثورة يكون ياخذونها، ياخذونها مبادرة من حسين عليه السلام. أنا أحكي لك أنت من كربلاء، يعني ياخذونها مبادرة من حسين، ثورة الحسين. الحسين إلما طلع طلع بالظلم، ضد الظلم، طلع لكلمة الحق، طلع لكلمة الصدق، طلع ضحى بعائلته وبأطفاله وضحى بعمومته من أجل كلمة الصديق وكلمة الحق. دولة ما عندهم حق يا أخي، لا عندهم حق، لا عندهم صديق، لا عندهم كل شيء، كل شيء ما عندهم دولة. زين دوله ما عندهم كذا. والان اقول لك العراق ومن هسه اقول لك انا العراق ما ينجح الا ما ثوره، ثوره الشعب يلا ينجح العراق. قال التيار وقال من واحنا عندنا امل ان شاء الله، ان شاء الله عندنا امل، امل بمخته السيد مخته، لان ابوه رجال ثوري وكلمة وعطى كلمه وصدق ما تظلم. يعني إن شاء الله ترى هو جزء من هاي المنظومة. نعم شكرا شكرا لك أخ كريم. ننتقل إلى قضية ثانية سلط عليها قسم التواصل الاجتماعي الضوء، وهي قضية شراء أو الهدر في ثروات واعتماد الحكومة العراقية على شراء المشتقات النفطية من الخارج بدل من إنشاء مصانع أو مصافي لتكرير النفط في داخل البلاد. وتقدر سنويا كلفة شراء المشتقات النفطية بأكثر من 5 مليارات دولار، تقدر أنه يكون العراق مكتفي ذاتيا بسبب كميات النفط اللي تقبع أسفل تربته والأموال الموجودة اللي قاعدة تنسرق. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو. أنا أريد أسأل سؤال أو عندي تحدي. تحدي للحلبوسي، تحدي لكاظمي، تحدي المقتدى الصدر، تحدي لهادي العامري، تحدي إلى أي مسؤول، تحدي إلى كل واحد يقول على نفسه سياسي وعنده حزب. أتحدى إذا يقدر يقول لي مصفى بيجي وين صار أكبر مصفى بالشرق الأوسط. التقرير اللي طلع عندنا يقول إنه العراق بالفلوس اللي صرفها على شراء المشتقات النفطية من إيران يقدر يبني بها 20 مصفاة، وأكو ثلاثة هي تحت البناء من 2003 لهسة، 19 سنة ما خلصن، وعندنا غاز زي ينحرق. بس أرد أسأل، هذا التحدي الوحيد اللي عندي. أتحدى أي مسؤول يقدر يطلع هسة بالتلفزيون ويحكي مصفى بيجي لما ننباق وين صفى بيدهر. ننتقل إلى قضية ثانية، وهي وهي قضية الهاشتاغ جرحى تشرين أو هاشتاغ جرحى تشرين بشكل عام. اليوم هو كان هاشتاغ اللي احنا أخذناه أو اللي تصدرت عند العراق بحجة عدم تخصيص مبالغ كافية لعلاجهم. بقى جرحى تشرين اللي دزوهم الألمانية بشوارع برلين لا تلقوا علاج ولا حصلوا شيء، وبقى ملف جرحى تظاهرات تشرين مفتوح حالة هواية ملفات، وحالة هواية انتهاكات، وحالها حال هواية من الجرائم ضد المتظاهرين والناشطين. رغم وعود الحكومة بعلاجهم إلا أنهم صدموا من مقدار إهمال السلطات لهم. دزوهم لألمانيا، سفرهم ركبوهم الطيارة ودزوهم، بس لقوا نفسهم بمشافي غير متخصصة، تركوهم يواجهون مصير مجهول، تركوهم يواجهون خطر العودة بدون تحقيق أي تقدم علاجي لحالاتهم المرضية. وراء أشهر من وجودهم بألمانيا جرحى تظاهرات تشرين مهددون بالترحيل دون علاج لأنهم خدعوا بوعود الكاظمي الإعلامية وتركوهم طرقات برلين دون علاج. فأخذنا لكم هاي التغريدات من منصة تويتر. تمارا آي كيو تقول إذا ماكو فلوس لعد ليش سفرتوهم؟ معرفتي الكاظمي أنت وجوقة المستشارين دراسة تكاليف السفر والعلاج بمستشفيات ألمانيا، شنو ذنبهم حتى تسوون هيك بيهم؟ هاشتاغ جرحى تشرين. محمد الغني يقول حتى على جراحنا تتراقص أحزاب السلطة، سرقوا كل شيء حتى فرصة علاج الجرحى عرقلوها، واختفت المبالغ المخصصة من الحكومة في جيوب الفاسدين. هاشتاغ جرحى تشرين. إبراهيم يقول شخصيا غير متفاجئ مما يحدث مع هاشتاغ جرحى تشرين. هؤلاء الشباب الذين خرجوا من أجل وطن حر ومزدهر فاصطدموا بالعبيد والمتخلفين الهمج، بالتأكيد يطردوا من المستشفيات لأن الذي أرسلهم شارك بقمعهم وإعاقتهم. لا ننتظر من حكومة المعممين شيء أبدا لأنهم أعداء البلد والشعب. وآخر تغريدة ويانا من أحمد عيد يقول تخلى الجميع عن هاشتاغ جرحى تشرين، حتى الذين استغلوهم ليتسلقوا على أكتافهم في مؤسسات الدولة من نواب ومستشارين. الشباب الآن يعانون الإهمال بعد أن طردوا من مستشفيات ألمانيا إلى الشارع، فتخلت عنهم الدولة العراقية التي تكفلت بعلاجهم وأغلقت سفارة العراق أبوابها وصمت أذانها أمام معاناتهم. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي أغلب المواضيع اللي اخترناها لكم اليوم من منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً ما نشره العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدين الكرام مشاكل العراق هو آية،
لا هي بجرحى تشرين ولا بنفط ولا فلوس الدة تنباق، مشاكل العراق هواية. بس السؤال شو وقت بدت ومنو بداها والحل شلون؟ انتم جاوبونا عليه. ننتظركم حلقات جديدة من برنامج صوتكم ان شاء الله باكر، انتظرونا في مال الله.